في فكرة حول موضوع الشباب والطموحات والذكريات، ماذا ترين في مرحلة الشباب؟ هل طموحه مرتبط بالدراسة فقط؟ أم هناك طموحات أخرى خارج الدراسة؟ مثلا كتعلم الحرف والمهن، تعلم تجارب الحياة. ده سؤالك، ما هو طموحات الشباب؟ ما هي؟ وإذا قلنا لك إن طموحات الشباب هي طموحات بأنفسها، فما هي طموحاتك؟ الدراسة. هل هناك عراقيل تحول دون نجاح دراسة جيد؟ هل هناك عراقيل تحول دون نجاح دراسة جيد؟ لأن ربما السوق تنتهي على الدراسة. هل داخل المؤسسة هناك الرفقة الحسنة والرفقة السيئة؟ كائن يعني هناك من يعيش مرحلة الشباب مرتبطة بالدراسة، هناك من يعيش مرحلة الشباب مرتبطة بالمراهقة. وحتى الحضور إلى المختصة هو حضور مراهق وليس حضور شباب متمدرس. هذه ملاحظة صديقتكم، بمعنى أنه يقوم بهدر الوقت وهدر مجهود عائلة التي تضحي ماديا ومعنويا من أجل بناء مستقبل. ماذا يبني هو؟ أن يبني الفراغ. ما المراد بالفراغ؟ خلود غوتي غوتي. ما هو الفراغ؟ أربي أي فراغ من فضل حضور. ما هو الفراغ؟ في ميراج. ما معنى بسرعة صورة هذا الفراغ؟ تتكلمي في صوت مرتفع جدا. تكونون في سفر وفي اتجاه الطريق في الخط الواحد، ترونه كما كبحيرة كبحر قد اقتربتم منه. أنتم في شرق إلى المخيم الصيفي، وهي حينما تطلعون إلى الأفق الأول لا زالت الطريق طويلة. يكون الإنسان في صحراء والظمأ يموت عطشا، فيرى بحيرة زرقاء رقراق عذبة، فيسيرها ويقوم بشربها بأكملها. وحينما يصل لا يجد شيئا. إذن هذا التشبيه جعلناه للذي يرى في مرحلة الشباب مرحلة مراهقة، إنه لا يرى المصالح الحقيقية بل يرى مصالح نزواتية، وسيصل إلى الأفق الذي ينتظر به نتيجة سيجد هو صحيحة. والهو الصحيحة نراها حينما نرى نتائج البكالوريا معلقة. نتمنى النجاح للجميع، ولكن الذي لم يعتني بدراسته
ماذا ينتظرون إذا لم يحصل على شهادة البكالوريا؟ لكي يكون بشخصيته مستقلا ويبني هذا المستقبل. لأن الأسئلة مطروحة عليك. نحن كشباب لنا طموحات، فيجب أن نكون متفائلين، نرى الإيجابيات، لكن هذا الجيل وطبعا جيلنا ينظر إلى السلبيات ونطرح انتقادات وأعذار كثيرة نبرر بها إهمالنا للدراسة، إهمالنا لكثير من الأشياء، لكثير من الأشياء التي قد تقود حياتنا إلى الأحسن فالأحسن. وأخيرا نصيحة إلى الشباب، إن الشباب ركيبة الأمة والدولة. يعني أنا كشابة أنا يمكن أحبك مصر ديال هالدولة، مصر ديال هالأمة، وما نسيش الانتقادات ونشوف أن لا مكينش خدمة وكيف بك شوية في المغرب. شوف أحسن وأحسن، شوف أنني طموحة، شوف أنني شابة كيخصني نكون نشيطة، كيخصني ندير بزاف شوية نقدمهم لهاد البلد الحبيب. لا هو المبرر الذي نبحث عنه، نريد ان نسمعه. واضح؟ لان هذا المبرر موجود في الواقع. واذا ذهبنا الى الحي ولا راس الدرب غادي نلقاو هذا الموقف. واذا ذهبنا الى طفل ذاهب الى الصنديري سيعبر في هذا الموقف، لأنه ربي في الحومة على هذا الموقف. بابا ولكن احنا يا سيدي نقولها في المغرب ونلقاو افاق ديال الشغل والقرايه، ولكن في الشغل انا نديرو كلها، يعني ان المغرب لا مسؤول من التاريخ يكون شخصة يكون ديال العرب، إذا كان شخصة يعني هذاك المشتري كيحسن ولا داعي تومن ولا هذا يحسن ولا في مرحلة في الابتدائية ضمن السادسة أو الرابعة الابتدائية مقارنة مع حاليا كنا في سن الصغيرين ابتدائي الأول ابتدائي الثاني متوسط الأول متوسط الثاني والشهادة حتى نمشي ولا نجي هنا ديال الكوليج. أي في هذه المرحلة واحد اللحظة نتابعو تنمشيو للدراسة تنشوفو الإنسان ما تيقراش تنشوفوه تيعيش في السعادة، ما عندوش مسؤوليات وعقوبة والخوف مدى التمارين ديالو وأن تبعو امتحان مرتاح ما سيكون يشرب وينعس ويقف على خاطرو تيولي نموذج عندنا في المرحلة الأخرى. جيت عند الأزياني رحمه الله قلت له أنا ما بغيتش نقرا شنو بغيتي؟ أنا ندير حالة نبيع فيها ونشري لأن تشوف نموذج تربح في بيت زيت وزيت وهذا صافي غادي نجلس في الحالة نشري وبس نقرا ومرتاح. اش الثمن ديال هاد القراية وهاد المصطفى؟ طيب هاد اللحظة في هاد المرحلة تتلقى هاديك هاد الحاجة الفاتحة تنشوف مفترق الطرق. لو اني صممت انني ما نقراش وداروا لي خاطري مثلا السنبري راه عمر الحانة ديك الساعة داروا لي خاطري وداروا لي حانوت ونزل بيع ونشري ديك الطريقة مدينة صغيرة مقارنة ما بين هذاك الاختيار وهذا الاختيار في تكمل القراية ما هو أفضل؟ طيب كيف ما كاع يقول حنين باغي يرتاحنا العطلة جاية وغادي ترتاح ما طرحه صديقكم سابوا
هذا مقارن ما بين إنسان عنده شهادة ومازال ما خدمش في الحياة وإنسان ما قراش وجالس في الحياة، من هو الأفضل؟ لماذا؟ هذينا نحن تناقشوا، واحد قرا عنده ديبلوم وما قراش ما خدمش، واحد ما قراش مستوى سيد خرج منه، شكون هو الأفضل؟ واش اللي عنده الإجازة الدكتورة ولا اللي ما عندوش الإجازة؟ اللي عنده الإجازة لماذا؟ كل هذه تكلم هذا ما تنطرحوا واقع تنشوفوا الحواجز النفسية اللي تروح معاه والعراق الثقافية والاجتماعية اللي خصنا نتجاوزوها، هذا واعي تنشكلو نظركم كل ما يتكلم فيه من؟ من الأفضل؟ أيها الشباب موضوعكم من دور الثقافة والعلم، لا يمكن للإنسان أن يواكب العصر الذي يعيش فيه وأن يستفيد من مستجدات هذا العصر إذا لم يكن مستعدما ومثقفا. وهذا الأرقام المؤسفة اللي تنفجلوا منها في هذا الشهر مثلا أن فرد المجتمعات الغربية يقرأ 200 ساعة بالمقارنة مع الفرد عندنا هو 200 ساعة احنا 3 دقائق، من الأفضل؟ 200 ساعة إذا الإنسان إذا ما عاش برسالة العلم والثقافة لن يطور التاريخ ولن يكون له دور في التاريخ، لأن هذه الحياة المرتبطة بالغرائز بالأكل والشرب والنوم والكفاءة فهي حياة المخلوقات الأخرى، ما الذي يميزنا كبشر لكي نرقى ونفتخر برسالة الحياة وأمانة الحياة؟ هذا سؤال يطرح، لأن نعيم العلم أفضل